ممكن نفس الامر نعمله بصيغه ثانيه، نفس الامر برضه نعمله بايه؟ نعمله بصيغه ثانيه. ازاي؟ تعال نشوف مثال ثاني. انا برضه بستدعي المكتبتين بتوعي اللي هما pandas و numpy لان هستخدمهم، وبعد كده قمت رايح باني الاطار الخارجي او الداتا فريم بتاعتي زي ما بناها قبل كده، مصفوفه 5 صفوف في 3 اعمده وعناصرها عشوائيه، وبسمي الاعمده A و B و C. شوف بقى اللي انا قلت بعمله ايه، بقول له ريزلت هي عباره عن دي اف اوف. اوف ايه بقى؟ بقول له اوف دي اف دوت اي لما تكون للزن 5 اندد مع دي اف اوف بي لما تكون للزن 5. هو نفس الامر اللي فات بس عملناه بكذا طريقه. هنا بقول له هات لي القيم لما اي وبي الاثنين مع بعض يكونوا اقل من النص. هات لي القيم لما اي وبي الاثنين مع بعض يكونوا ايه؟ يكونوا اقل من النص. وبقول له بعد كده اعرض لي الداتا فريم بتاعتي، وبعد كده اعرض لي الريزلت اللي هي فيها A و B الاثنين اقل من النص. وناخد بالنا برضو ان الاندكس بتاع المصفوفه الجديده بيكون نفس الاندكس القديم اللي توافر فيه الشرط، وبالتالي لما اقول له رن الجزء ده من الكود هيقول لي والله الداتا فريم بتاعتك انا كونتها لك بالشكل ده، والريزلت انا لقيت صفين، الصف الاول اللي هو الاندكس بتاعه 0 والصف الرابع اللي هو الاندكس بتاعه 3، الاثنين دول توافر فيهم الشرط وكان قيمه الاي والبي الاثنين ايه؟ الاثنين اقل فعلا من النص، عشان كده انا رجعت لك الصفين دول. وزي ما قلت لك لو حابب ترن كذا مره مع كل رن هتلاقي النتيجه بتختلف. شوف هنا رجع لي 4 صفوف توافرت فيهم الشروط، وكمان مره هنا رجع لي فاضي حيث لم يتوفر الشرط، لان هنا قيمه البي اكبر من النص، وهنا الاثنين اكبر من النص، وهنا البي اكبر من النص، وهنا الاثنين اكبر من النص، وهكذا زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. ممكن نستخدم الامر اور زي ما استخدمت ان. انا ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم اور، كاننا بنقول له سواء كانت قيمه اي اصغر من نص او قيمه بي اصغر من نص اعرض لي القيمه دي. الامر اور اهو، ان احنا قلناها في الاول، اور اللي هو قدامنا ده اللي هو الخط اللي هو واقف ده. يبقى هنا ال3 سطور دول خلاص احنا عرفناهم وحفظناهم. بعد كده بقول له الريزلت هي عباره عن الداتا فريم بتاعي اللي هو الدي اف، لان هو شايل الداتا فريم، هو عباره عن دي اف دوت اي للزان نص اور دي اف دوت بي للزان نص. هنا بقول له هات لي من الداتا فريم اللي هي عندك دي قيمة A اللي أصغر من نص أو قيمة B اللي أصغر من النص. خد بالك أو، يعني إذا توافر الشرط في إحداهما هيرجع لي هذا الصف يعني. بعد كده بقول له اعرض لي الداتا فريم، وبعد كده اعرض لي الريزلت بتاعته. وفي الحالة دي لما أقول له رن الجزء ده من الكود هيقول لي والله الداتا فريم بتاعتك أهي زي ما أنت شايف كده بالطريقة اللي هي قدامك. وراح لما عمل تيست لقى ال4 صفوف ال5 صفوف يعني، لقى ال5 صفوف كلهم بيتوافر فيهم الشرط ان رجع لي ال5 صفوف زي ما هم، كما لو كان رجع الداتا فريم كلها يعني. وخد بالك برضو انا اقدر ارن تاني وقد يتوافر الشرط وقد لا يتوافر، برضو توافرت الشروط في الصفوف كلها فرجع لي الداتا فريم كلها. نعمل رن تاني، هي توافرت الشروط في كله ما عدا الصف رقم 1، فما رجعليش الايه؟ الصف رقم 1، لان الاي قيمته اكبر من النص والبي قيمتها ايه؟ قيمتها اكبر من النص، وفي الحاله دي ما رجعليش مين؟ ما رجع لي، لم يتوافر الشرط في الاثنين، اما اذا توافر في احدهما هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي الصف اللي توافرت فيه الشروط. ممكن نعمل داتا فريم عن طريق الفانكشن. بالتالي احنا هنعمل فانكشن بتعمل لنا صياغه للداتا فريم. ازاي؟ بقول له امبورت pandas as bd، وقمت قايل له ديف ميك دي اف اوف كولز و اي ان دي. هنا بعرف فانكشن اسمها ميك دي اف وبديها تو انبوتس كولز و اندكس وحطيت كولون. كويس، هشرح لك الحاجات دي بعدين. وقمت نازل تحت قايل له داتا هي عباره عن ست، الست ديت هي عباره عن سي نقطتين، وعرفت ليست هي عباره عن سترنج سي كونكاتينيت مع سترنج اي فور اي
ان اي ان دي اللي هي الاندكس، وفور سي ان كولز، وقمت قايل له ريتيرن بي دي دوت داتا فريم، وقمت مديها الداتا اللي هي هتطلع لي من الست دي والاندكس اللي هو المتغير الثاني اللي هو جاي لي من الفانكشن بتاعتي اللي لما استدعيها. وبعد كده قلت له ميك دي اف، واديتها تو انبوتس اي وبي وسي، اول سترنج والثاني هو عباره عن الرينج اوف 3. يبقى في الاول خالص انا رحت عرفت فانكشن، الفانكشن دي بتاخد اثنين فاريبل، واحد اسمه كولز والتاني اسمه اي ان دي اللي هو الاندكس. وزي ما قلت لك قبل كده، بايثون لما بيشوف الفانكشن او لما بيشوف تعريف للفانكشن مش بيبص عليها، وبالتالي هيبص عليها لما استدعيها، وبالتالي هينزل تحت يلاقيني بستدعيها بقول له ميك دي اف. هنا بستدعي الداله بتاعتي وبديها سترنج وبديها رينج. السترنج هو اسماء الكولومز اللي هي A و B و C، والرينج هي الارقام اللي هيحطها في الاندكس من 0 لغايه 2، لان بقول له رينج اوف 3. وبالتالي لما استدعي الفانكشن هيقوم طالع فوق تاني، هيقوم طالع فوق لتعريف الفانكشن بتاعتي، هيلاقي كولز هيشيلها ويحط A و B و C، ويلاقي اندكس يشيلها ويحط الرينج من 0 لغايه 2. وفي الحالة دي هيقوم نازل تحت يلاقيني بعرف متغير اسمه ديت، هو عبارة عن ست، هو عبارة عن سي، والكلام ده كله. زي ما قلت لك إن البرمجة بتتنفذ من جوه لبره، بالتالي لما يروح جوه يلاقيني بقول له فور سي ان كولز. طب ما هي كولز؟ هي عبارة عن السترنج اللي هو A و B و C، يبقى هشيل كولز ويحط A و B و C، كأن بالظبط سي موجودة داخل الرينج اللي اسمه A و B و C. كويس، يطلع بره يلاقيني بقول له for I in I in D. طب ما هي I in D؟ هي الرينج من 0 ل 2، كأنها في 0 و1 و2. وبعد كده هيلاقيني بقول له اعمل او حول السي ديت لسترنج، واعمل لها كونكاتينيت مع الاي، وحط الناتج في المتغير اللي اسمه دي. فاول مره هيروح يلاقي السي بكام؟ بأي، لان كولز فيها اي وبي وسي. يبقى في اول مره هيلاقي السي بكام؟ بأي. هياخد الاي ويقوم رايح للاي، اي في الرينج من 0 ل 2، فاول مره هياخد الزيرو اهو، هيحول السي لسترنج يبقى ايه، يعمل له كونكاتينيت مع اول عنصر في اي اللي هو زيرو، يبقى ايه زيرو. طب تاني مره ايه مع واحد، يبقى ايه واحد. ثالث مره ايه مع اثنين، يبقى ايه اثنين. كده خلص الاي، يروح لتاني عنصر في السي اللي هو بي، ياخد معاه اول عنصر في اي اللي هو زيرو، طبعا يحولهم لسترنج ويعمل لهم كونكاتينيت مع بعض، يبقى بي زيرو. ها، تاني عنصر في اي اللي هو واحد، يبقى بي واحد. ثالث عنصر في اي اللي هو اثنين، يبقى بي اثنين. يخلص اي يقوم ناقل تاني على السي، يلاقي السي، ياخد السي مع اول عنصر في اي اللي هو زيرو، يعمل له كونكاتينيت يبقى سي زيرو. تاني عنصر اللي هو واحد، يبقى سي واحد، وهكذا. بالتالي الداتا ديت هتبقى عباره عن ايه؟ مصفوفه 3 في 3 عناصرها، اي زيرو اي واحد اثنين، بي زيرو بواحد باثنين، سي زيرو سي واحد سي اثنين. هيلاقيني بقول له خد الداتا ديت وكون لها داتا فريم، كون لها داتا فريم، واديها الاندسيز، هي عباره عن الاندكسز اللي هي جايه من الاي ان دي اللي هي 0 و1 و2. يبقى اول صف هيدي له اسم اللي هو 0 الاندكس يعني، ثاني صف هيدي له اسم اللي هو 1 اللي هو الاندكس بتاعه، وثالث صف هيدي له اندكس. وفي الحاله دي لما اقول له رن الجزء ده من الكود، هيديني زي ما قلت لك بالظبط، هذا الداتا فريم بتاعتي هي عباره عن مصفوفة، عناصر هذه المصفوفة A0 B0 C0 A1 B1 C1 A2 B2 C2، وأسماء الأعمدة هي A و B و C، وأسماء الصفوف هي 0 و1 و2 زي ما قلنا في الشرح.